اعتاد المسلمون أن يزوجوا أبناءهم إذا بلغوا سن الرجال، فالحمد لله الذي جعل أطفالنا شبابا وجعل شبابنا رجالا وجعل رجالنا أطفالا. والحق كلمة الرجل كلمة عزيزة على النفس، لأن هناك فرق كبير بين الرجل وبين الذكر. فالذكورة شيء والرجولة شيء آخر. الذكورة قد تتوافر في عالم الحيوان وبكثرة، قد تتوافر في عالم الطيور وبكثرة، قد تتوافر في عالم الحشرات وبكثرة، قد تتوافر في عالم النبات، في عالم البحار، في غالبية العوالم من حولنا ومن حوالينا. لكن الرجولة لا تكون إلا في بني آدم. فرق كبير بين الرجل وبين الذكر. مسألة الذكورة وفيرة وغزيرة، حتى في عالم النحل، حتى في عالم النمل، حتى في عالم النخل. لكن الرجولة لا تكون إلا لفئة محدودة في عالم الإنس، فئة قليلة تستحق أن يشار إليها ويقال هؤلاء هم الرجال. وأنت تقلب النظر في التاريخ كله تجد شيئا عجبا، تجد أن الله تبارك وتعالى منذ بدأ الخليقة من لدن آدم وإلى يوم الناس هذا لم يشهد الله وهو الشاهد الشهيد الحسيب الرقيب جل في علاه لفئة، لطائفة، لجماعة، لصحبة، إلا للذين التفوا حول النبي محمد صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. وربنا ليلفت الأنظار، لينتبه الغافل، ليستيقظ النائم، ليفيق السكران، كرر لنا شهادته جل وعلا بالرجولة لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. من المؤمنين رجال، وهنا الوقفة، ليس كل صاحب إيمان لديه رجولة كاملة وولاء دائما للعقيدة. فكثير ينتسبون للإسلام، فإذا تعرض الإسلام إلى محنة ولوا الدبر ولم يعقبوا أبدا. كثير ممن يتسمون بأسماء إسلامية إذا اقتربت منهم وعاملتهم تجدهم بعيدين كل البعد عن سلوكيات أهل الإسلام.
إذن ربنا لم يشهد لأحد بالرجولة إلا لأهل الصدق، إلا للكرام البررة، إلا للذين صحبوا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الواحد منهم كان كالجبل الأشد عندما مرض الصديق رضوان الله عليه. زارته ابنته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جلست بجواره قليلا ثم بكت ودمعت العيون وقالت متحسرة متأوهة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، تقصد الروح، فأشار بيده الطيبة وقال لا يا عائشة لا ترددي مثل هذا الكلام، يا ابنتي إن شئت فقولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حتى وهو خارج من الدنيا لا يريد أن تقتحم أذنيه شيئا من كلام الجاهلية وشعرائها الكبار، مصر أن يكون زاده إلى الدار الآخرة كلام الله وذكر الرحمن تبارك وتعالى. ولا تتعجب، فهؤلاء هم الرجال الذين صنعهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخرجت ابنته وهي تقول غفر الله لك يا أبي، كنت كالجبل الأشم كالجبل الشاهق، نعم لم تزلزلك العواصف ولم تقلقك القواصف، كنت رجلا في دين الله، كنت ذا عقيدة كاملة ونبراس كبير، ولك شرف الصحبة، وقد نزل القرآن يحييك في أكثر من موضع، فأنت ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفيك أنك رجل، وصدق ربي إذ يقول من المؤمنين رجال. فعلا كل من عاش في زمن النبي محمد صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه ونال شرف الصحبة أو رزق الصلاة خلفه أو نال شرف الجهاد أمامه، إنه إنسان حظي برتبة الرجولة. والشاهد هنا هو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك ربي.